استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العالمين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وصرح متحدث الرئاسة أن زعيمين عقدا جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية من أجل توحيد جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دولة المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في أولى زياراته الخارجية منذ تولي سموه مقاليد الحكم بالإمارات الشقيقة. سلام دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. سلع. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد مباحثات قمة بين الزعيمين لتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية. كذلك تم بحث موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.